أطلقت شركة سامسونج مؤخرا هواتفها الجديدة في سلسلة LG التي تعد الأكثر مبيعا للشركة، حيث تم إصدار هاتفين الجلاكسي جي 4 بلس والجي 6 بلس معا، حيث يتشابهان معا في التصميم، حيث يأتي الهاتفين بظهر عاكس بأكثر من لون على حسب كل بلد سيتم تحديد الألوان المتوفرة. كما أعلنت الشركة على أن شاشة هاتفيهما تأتي بتقنية الترو اتش دي بلس التي تمنح المستخدمين زيادة مساحة المعروض على الشاشة بزيادة 15% دون زيادة مساحة الشاشة مع قدومها بأبعاد العرض الجديدة لتقدم محتوى أكبر لعرض النصوص والفيديوهات. تم تصميم سامسونج جالاكسي جي 6 بلس خصيصا ليواكب التطور وليكون التصميم المبتكر الجديد للشركة نحو محاكاة شركة سوني في وضعها للمستشعر في الجانب الأيمن على التحديد، ليكون هاتف جي 6 بلس هو أول هاتف من جالاكسي يدعم ذلك، كما أصبحت الكاميرا الخلفية مزدوجة مقارنة بهاتفها السابق الجي 6، حيث تأتي بدقة 5+13 ميجا بكسل مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل مع فلاش أمامي للعمل على تحسين الصورة بشكل أفضل. فدعونا نتعرف على بقية المواصفات على النحو التالي: الشبكة يدعم الجيل الثاني والثالث والرابع LTE، ويدعم شريحتين في وضع الاستعداد من نوع نانو سيم. تاريخ الصنع 18 سبتمبر 2018، تاريخ نزوله في الأسواق أكتوبر 2018. الأبعاد 100 والوزن 178 جرام، وأبعاد يأتي بالأبعاد الجديدة. الشاشة بحجم 6 بوصة، كثافة 1480x720 بكسل و 274 بكسل في البوصة، يدعم اللمس المتعدد. نوع الشاشة IPS LCD تدعم 16 مليون لون. الصوت أنواع التنبيه اهتزاز ونغمات وMP3. مكبر الصوت يدعم فتحة السماعة 3.5 ملم. الكاميرا الأساسية الخلفية مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل، فتحة عدسة 1.9 و 28 ملم ضبط تلقائي للصورة، و 5 ميجا بكسل فتحة عدسة 2.2 مستشعر عمق فلاش LED. الفيديو بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية. الكاميرا الثانوية الأمامية 8 ميجا بكسل فتحة عدسة 1.9 وتدعم فلاش LED. مميزات إضافية الكاميرا HDR وبانوراما. نظام وإمكانيات الهاتف: يأتي بنظام تشغيل أندرويد أوريو 8.1، ويأتي بمعالج سناب دراجون 425. سرعة المعالج رباعي النواة 1.4، وأراها بشكل خاص أراها قليلة نوعا ما. معالج رسومي أدرينو 308. أجهزة الاستشعار البصمة والتسارع والدوران والتقارب والبوصلة. الذاكرة يأتي بذاكرة داخلية 64 أو و 32 جيجا بايت، ويأتي بنسخة ثانية 64 جيجا بايت مع 3 جيجا رام. لا يدعم فتحة بطاقة ذاكرة خارجية. يدعم الجي بي ار اس، ويدعم كافة أنواع الشبكات، ويدعم البلوتوث الإصدار 4.2، ويدعم NFC واليو اس بي مع دعم لأو تي جي، ويأتي بمايكرو اس دي 2.0 وليس USB Type-C. يأتي براديو، والألوان المتاحة له هو أسود ورمادي وأحمر، ويأتي بدعم الجي بي اس وتصفح الإنترنت بدعم HTML5. البطارية النوع ليثيوم 3300 ملي أمبير غير قابلة للإزالة. الإضافات: عرض مستندات، محرر صور فيديو، ودعم ANT+. سعر الموبايل تقريبا هو $225. وشكرا.